والله يا عبد الرحمن خياط زي أي شاب جزائري، تخرجت من جامعة الجزائر بالتحديد في من مدينة سيدي بن عباس، أين أخذت اللايسنس والماستر في الإعلام الآلي، وبعدين انتقلت إلى جامعة وهران أين تحصلت على شهادة الدكتوراه في الإعلام الآلي، وبعدين انتقلت ولا هاجرت إلى ألمانيا لمواصلة البحث العلمي. اشتغلت مدة سنتين في جامعة برلين، وبعدين حاليا بشغل كقائد مشروع في أحد المعاهد البحوث التطبيقية في ألمانيا. حدثنا عن الاختراع الذي شاركت به في مسابقة الدوحة. الاختراع عبارة عن أداة تشخيصية لمعرفة سم الأفعى أو السم عن طريق العلامات الحيوية للشخص الملدوغ أو ومكان اللدغة. المشكلة بعض المرات لما الشخص بيلتدغ من الأفعى سامة أو عقرب أو أي شيء سام، بعض المرات ما يشوف الأفعى أو ما يشوف العقرب نوعه، لأنه بعض المرات يكون فيه أنواع تاع السم، أي نوع تاع السم عنده مصل مناسب. على سبيل المثال في الحلول الموجودة، إذا الشخص التدغ من أفعى سامة وما شافوش الأفعى ولا ما شافوش العقرب بياخذوها الى المستشفى، ومن بعدين لما ياخذوه للمستشفى يعملوا له تحليل الدم باش يعرفوا نوع السم، وبعدين يعطوه العلاج المناسب. بصح هذا كل هذا الوقت هو خطير جدا على الشخص الملدوغ، لانه بعض المرات ممكن يكون يسبب مضاعفات، بعض المرات يكون بعض البطول الخاطئ. هذه مشكله كبيره كثير، خاصه في عندنا في المناطق الصحراويه والمناطق الجبليه، لانه ما عندناش مستشفيات في تلك المناطق ما عندهاش الاجهزه المتطوره لمعرفه تحليل الدم وهذه الامور. انا قمت بفكره اللي تسمح لنا باكتشاف السم في وقت قياسي.